معلش يا جماعة، عمو هو بيرش المية جت عليا وجت على التليفون فصلت. يا جماعة، دول الحاجات اللي هي الصغيرة اللي ممكن تطلع لحم أو ممكن تطلع أمهات للبن. دلوقتي احنا هنروح المكان التاني اللي فيه الأهالي الكبار، وممكن حلابة اسمها حلابة، حلابة. تطلع يا لحم يا حلابة. دلوقتي احنا هنروح المكان التاني اللي فيه الأهالي أو الحاجات الكبيرة اللي هي ايه، يعتبر بيولدوا بينتجوا، ويعني اللي هو الأمهات أو الذكور الأبهات الكبيرة، إنما دول حاجات لسه صغيرة. تمام اهو يا جماعة، هقفل واروح المكان واجي لكم اهو يا جماعة. عمو صاحب والدي اللي هو حاطط دول عشرة قبل كده، صح يا كريم؟ دول عشرة قبل كده، فحطيتهم المكان لوحدهم. وفي اللي لسه ما عشروش، اللي هم عمر السنة 10 اشهر، لسه صغيرين، فهنسأله بقى على الاوزان وكل حاجة انتوا عايزين تعرفوها. بعد ذلك كام ثانية لو عديت حاجة هترفض؟ لا لا، اوعى حاجة ترفض، لا انا بخاف اصلا. طب هو مثلا انت ازاي بقى بتعرف الحته دي معديه سنتين وكبيره وحاجه يعني خالص؟ يعني دي عمري سنه، دي نتايه مش ولدت قبل كده. دي عمر سنه مش ولدت نتايه قبل كده. نتايه انا خايف يا كريم. لا ما خافش. يعني دي مش ذكر؟ لا نتايه. نتايه. طب دي مثلا لا اله الا الله، دي مش ولدت قبل كده؟ لا. طب انت ازاي عرفت انها مثلا عمر السنة؟ ما ممكن يديها لكم يقول لها كنا مربيها عندي مطلعها، عارف ايه؟ انت عارف من يوم ولد يعني دي مولودة عندكم اصلا، ما شاء الله. طب ودي؟ لا ده عمره 11 شهر. ده 11 شهر؟ انت يعني حاطين هي الذكورة مع النتي. طب الذكر بيقدر مثلا ان هو يخصب في عمر قد ايه؟ يعني الذكر مثلا يعرف يعشر النتاية ويجيب انتاج حلو. ايه؟ بكسر جوز. بيبقى يعني. طب لما كسر جوز ده عمره قد ايه كسر جوز؟ يعني مش كله. يعني ممكن مثلا في اللي يكسر جوز عمره سنه وفي اللي يكسر جوز عمره سنتين. طيب ودول؟ طب دوت ده وزنها قد ايه؟ وزنها 330. طب ودي؟ دي 520. ما شاء الله. طب ممكن طب انت تعرف الاسعار ولا؟ لا الاسعار ما. طب مش هبقى سلام. طب ودي؟ ديت كسر جوز ولدت مرة وخلاص. دي يعني كسر جوز ووالدة مرة. طب وهو لا اله الا الله، انت اللي ولدها اللي هناك؟ لا ولدها مش هنا. انتوا بعتوا الولد؟ الولد هناك. طب لا اله الا الله، دي يعني بتاخدوا منها لبن ولا بتاخدوا من لا. الجاموس بس؟ لا من الجاموس. طب يعني دول بس اللي هنا. طب ماشي. دلوقتي يا جماعه انا هوريكم برضه، هطلع واوريكم لسه ما عشرش خالص، اللي عمره سنه كام شهر كده. طب لا اله الا الله، انتوا النظام هنا ازاي؟ هما دول بياكلوا ايه يا عم احمد؟ علف. دول يعني علف كده على طول. علف ايه؟ وعلف. يا يخش سلاج، لو في سلاج يحط سلاج. يعني دول دارسوا علف بس. طب بعد اذنك يا عم صالح، عايزين نعرف الاسعار. اللي هو تقول لي كل حاجه وسعرها. الجمسي دي ب 40، والبجري حسب ما انت طالع من 50 لغايه 55. يعني انت بتحسبها بالكيلو مش بالحته. لا بالكيلو. طيب ماشي ماشي. دلوقتي يا جماعه انا هحط لكم رقم عم الصبح في اول تعليق، عشان ايه برضو اللي حد حب يسال او يعرف حاجه او يشتري حاجه من ابو حماد الشرقيه يتصل بيه، وهطلع لكم برضو اوريكم الحاجات اللي هي لسه اصلا مش يعني لسه مش ولدت اصلا. اهو يا جماعه دي برضو، دي حاجات لسه اللي هي ايه مش اشتغلت خالص. اهو دي ايه؟ دي اللي والده بقى. دي والده بقى. لا ده شكل اللي جوه هو اللي ما اشتغلش، وده اللي ولد قبل كده. طب وانت بتدل يعني بيحلبوا ساعه الولاده بس؟ ده انا هتولد طول ما هي بترضع طب لحد ما تعشر. طب الحته انت بتبيع، طب الرضع بتبيع دي الحلوب دي بالكيلو برضو ولا بالحته؟ لا بالحته كده. طب مثلا الحته دي عامله لها كام الجاموس؟ يعني الجاموس عامله 14000. لبن. لبن. طب والبقري دي عامله 7000 جنيه، اللي هي دي. طيب عامله 7000 جنيه ودي؟ ودي عامله 9000 جنيه. طب واللي هناك دول؟ واللي دول لحم اللي 11000 و10000. طب ثانيه واحده، دي ب10، دي ب11، ودي ب10، ودي كمان دي ب6 متهيألي. اهو دي ب7، اهو ب7، حاجه لسه صغيره كده الواحد لو حب يربيها. دول متهيألي اخو اللي جو الي، مش اخوهم نفس السن. يا جماعه وبياكلوا برضه اهو علف ودريس كله زي بعض اهو. ويا ريت يا جماعه اهو، بصوا يا جماعه هوريكم برضو الفحل الكبير اللي هو ابو ده كله اهو يا جماعه. يا ريت اكون افدتكم، بس انا بخاف منهم قوي، يعني انا اسمع ان رفصتهم ايه. والله انت شبه واحد عنده كان اعرفه.
انتوا اكيد عارفينه. اه يا جماعه اكون افدتكم، وبرضه هسيب لكم الرقم اللي حاب يستفسر، مثلا واحد عايز يربي مثلا من اسيوط مش من هنا، حاب مثلا يسال ويستفسر يكلم الراجل. برضه عم الصبح ده راجل طيب على فكره، وخلقه يعني بصراحه واسع قوي لكل الناس، وراجل محترم. حابب تسال اتصل بيه، حابب تشتري حاجه اتصل بيه، مثلا عندك حاجه بصوا بصوا يا جماعه. اهو يا جماعه اللي حابب يسال، اللي حابب يشتري، اللي عايز حاجه صغيره، اللي عايز حاجه كبيره برضو يتصل. اهو يا جماعه انا خايف اقرب لها بصراحه، دي 500 كيلو. هي دي اشتغلت قبل كده؟ اهي 500 كيلو. طب دي بتاكل ايه دي؟ هما مش كلهم 500 كله 500 كيلو، يعني دي بكام يا عم قلب؟ كام؟ 500 دي ب 20,000. 500 كيلو يعني كده انت حاسبين الكيلو بكام؟ الكيلو ب 40 كده. صح انا خايف قوي صراحه. اه يا جماعه اديني وريتكم كل حاجه، بس هسال برضه عمو على الغنم. وانت بتعرف كام في الغنم برضه ولا؟ طيب ماشي ثانيه. اه يا جماعه بصوا انا اللي بتعمل دي انا ده انا خايف قوي. اه بصوا يعني الحته دي قد ايه، شوفوا بقى هي واخده كام حته، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل على النبي. ده متهيألي ده خروف، متهيألي ده ذكر، وده ذكر، وده ذكر، ودي نتايه، بس دي نتايه صغيره. اه ودي دي مش دي ضاحي، ده ضاحي، ده ضاحي وده ضاحي. ضاحي يعني يندبح على الاضحيه. والاحمر ده كان الماعز. اللي تحت. اه يعني مثلا انا فاهم فيه، يعني دي حاجات صغيره وده اللي هو الضاحي. يعني مثلا واحد لا لا، يعني مثلا حد عايز يشتري مثلا اللي هو الضاحي ياخد الحاجات الكبيره دي. مثلا ده عمره قد ايه؟ دوت عمره يعني قول 6 شهور. 6 شهور. طيب ومثلا والحاجات الصغيره دي؟ الصغيره دي 3 شهور. 3 اشهر. طب والمعزه البيضاء اللي عماله تنطط دي، اللي هي قاعده دي، اللي نايمه دي؟ اه بعد دوامرها بتاع شهر ونص. شهر ونص. طب مثلا الاسعار بتاعت الصغيره دي ايه؟ الصغيرين دي ورا امهات، او ورا امهات يعني لسه صغيرين ان هم ينباع. طب مثلا النتايه مثلا معاها 2 دي يجي لها كام؟ النتاء وراها 2 مع ب 1200 ب 1200. طب والخروف الضاحي دي ب 3600. 3600. طب والنعجه الصغيره اللي ورا ابو 3600، ايوه ده دي ايوه هي دي 1800. طيب يعني المكان ده كم متر او كم قد ايه؟ يعني 3 متر في 7. لا 3 5. 3 متر طول؟ 3 متر لا العرض. 3 متر على العرض. يا جماعه واخد كام حته دول؟ انا مش عديتهم صح. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 واحده. 12 واحده مش جود. اللهم صل على النبي، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وهم 12 حته خدوا المكان ده، وشكله مكفي يعني. الناس اللي بتقول احنا مش هنعرف نربي اهو، وهي بس حطتهم فوق ضله، واحيانا بيطلعهم هنا اللي هو يتشمسوا. تمام. وهو المكان حلو اهو يا جماعه للناس اللي بتقول مش بتعرف مش عندها مكان تربي اهو. 12 حته محطوطين في 5 في 3. تمام. اهو يا جماعه يا ريت اكون افدتكم النهارده، قلت لكم حاجه كده تستفادوا منها. وبرضه هعيد تالت مره اقول لكم، انا هسيب الرقم عم الصبح اللي حابب يساله، اللي حابب يشتري منه، اللي حابب اي حاجه. مثلا حد داخل شركه مع حد وعايز يدخل معاه يعني يشتروا حاجه حلوه كده يكلمه. ان شاء الله ربنا يا رب يجعل في بيوتكم الخير، مثلا عقيقه، اضحيه، التهادو، حاجة تخزنوها في البيت. اللحمة الأيام دي بقت تشترى من الجزارين، زي ما احنا عارفين اللحم حمير وكده، لا هي الحاجة اهي على عينك تيجي تنقي وتشتري، وحاجة نظيفة اللي هو لحمة نظيفة. وبرضه لو انت مش بتعرف تذبح، عم الصبح يذبحها لك وينضفها لك قدام عينك. تمام. ولا إله إلا الله. أنا آسف إن أنا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى حسن من قناتي أنا وتشير مع مصطفى. أول واحد بكل بيشوفني من جوه مصر بره مصر، مشرفيني جميعا. أحب أقول لقيت بيشوف كاتب أول مرة، دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل كل جديد من عندي. وأنت يا جماعة تعملوا لايكات على الفيديو ده أو أي فيديو قديم عشان يوصل الناس اللي مش مشتركة عندي، ومنها تشارك وما تستفاد من الفيديو. أو يا جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا جماعة كلنا نصلي على النبي ونقول عليه أفضل الصلاة والسلام عشان ربنا يا رب دلوقتي يا جماعه احنا كنا يعني رحنا عند حد صديق والدي جدا بيعزه جدا، فقلنا نروح نجيب حاجه للعيد. فروحنا وقلنا بقى ايه بالمره انتهز الفرصه، يعني في عشر ما بيننا وما بين الراجل، ايه لو سالت ابنه ما فيش مشاكل. فدلوقتي يا جماعه الراجل ده بيجيب يعني ايه
لا اله الا الله العجول في سن اصغر من كده ويربيها لحد ما تكبر. يعني ده المكان اللي فيه الصغير، انا هروح للمكان التاني اللي فيه الاهالي واوريكم. ثانية هسأل ابنه برضو، هنادي اصل ابنه اسأله ونشوف هما بياكلوا ايه وبيندبحوا في سن قد ايه وايه السن اللي حلال فيه الاضحية وبيباتوا فين وازاي يعني نعرف ان الحاجة دي نضيفة ولا لا، كل ده هنعرفه دلوقتي. اهو دلوقتي احنا هنسأل محمود. هما بياكلوا يا حود؟ هما بياكلوا دريس وتبن وعلف وسلاج ايه السلاج ده ممكن تورينا يعني كل حاجة؟ لا هو مش موجود هنا. سلاج دون هو عيدان درة مطحونة. عيدان درة مطحون. وايه تاني؟ وتبن زي كده بنجيب القش وندرسه في ندرسه وباكله علف نشيشة وردة وملح وكده. طب والملح فايدته ايه بقى والاكل ده كله فايدته بيعمل ايه يعني عنده؟ هو بيعمل في البهيم بيخلي البهيم يكبر بيقوي النمو بتاع الحيوان. يعني بيخليه يلحم. طب مثلا دول ممكن يذبحوا بعد قد ايه؟ سنتين. طب اشمعنى سنتين؟ ما هو عشان يعني بيبقى ولا كبير ولا هو صغير. يعني السن الرشد الحلال ان احنا يعني الاضحية لازم تبقى سنتين. طب ودول اللي عمرهم قد ايه كده في نظر؟ دول عمرهم هم دول قدام. ماشي. فهم يعني دي الصغيرة دي عمرها اللي هي دي يا جماعة اللي بتاكل 7 أشهر 8 شهور كده. طب واللي ورا هناك دي الكبيرة دي سنة ونص. طب ويعني دول مثلا يطلعوا دلوقتي، طب مثلا قول لنا كده الأسعار في نظرك. الأسعار دي الكبيرة دي أنا تعملها 10,000 11,000. عمو قال كده برضه. طب الصغيرة دي أنا تعملها 4,000 5,000. طب وانت مثلا بتسيبهم من بره هنا كده؟ بصوا يا جماعه عشان تركزوا دلوقتي، بصوا دي نصها ما يعني مقفله ضله والحته دي اكترها بصوا يعني اللي هو مفتوحه كده ونصها ضله. اشمعنى بقى؟ اشمعنى نصها ضله ودي لا؟ ما هو الضله دول عشان ياكلوا. عشان مش ينفع ياكلوا في الحر. هنا بيجوا هنا الصبح عشان ياخدوا الشمسه فيها كالسيوم لل فيتامين ا. فيتامين للايه؟ للحيوان. طب وانت بتبيتهم فين؟ بتبيتهم هنا؟ لا هم في بيت هنا وفي بيت هنا. طب ممكن نخش جوه ولا؟ طيب اهو يا جماعه. طب وهو كل مثلا الحته يعني مثلا الحته دي بتاخد لها قد ايه؟ الحته دي ممكن تاخد كل يعني الحته دي بتاخد يعني كل دول. وعادي لو باتوا بره عادي. طب متهيألي كل دول لون ودي لون دي ايه ودي ايه؟ ما هو دول جمسي. دول جمسي ودول بقري. يعني دي الوحيده اللي بقري وده كله جمس. طيب انتوا بتنضفوا لهم ولا عادي كده؟ رمله. تمام رمل. لا اله الا الله محمد رسول الله. هسالك برضه على حاجه تاني، انت ازاي بقى بتعرف ان الحته دي نظيفه ما فيهاش مثلا ايه ولا هي مقرمضه ولا هي ايه فيها حاجات مش تمام؟ يعني ازاي الواحد يعرف يشتري حته صح؟ ماشي. ما هو برضه انت بتعرفها ازاي؟ يعني مثلا في حته تلاقيها ايه شكلها عيان وحته تلاقيها حلوه، فانت ازاي بقى نعرف الحاجه الحلوه عشان الناس يعرفوا يشتروا؟ هي بص اللي هي برده لو رقبتها لتحت كده ولا بتمشي كده ولا كده ده ممكن تكون عيانه. انما مش بتجري كده وبتجري كده يعني فيها صحه عن اخواتها. فيها صحه. طب بتكون سليمه. تمام. طب ودول بقى بيمشوا كده عادي ولا في مشاكل؟ لا مش في مشاكل خالص. طيب ماشي. يا جماعه عمو صاحب والدي بيحط بيعلف الحاجه زي ما انتوا شايفين اللي هو ده برسم ناشف يا عمو. اللي هو بيتقال عليه دريس. دريس تمام. اهي يا جماعه تبن بتاع قمح. تبن قمح على دريس. وبنحط لهم ايه مع بعض كده ياكلوا ايه كله مع بعض. طب هي الحته ممكن تاكل قد ايه مثلا من كام كيلو من اول مثلا في السن ده لحد ما توصل لسن الذبح؟ يعني هي تقعد تبدا من 250 كيلو لغايه لما تخش على تحديد 400. بتاكل في اليوم حوالي 4 كيلو. بتاكل في يوم 4 كيلو. تضرب ال 6 في 4 يعني حوالي تعمل زي كده طن مثلا على يعني طب وهي الحته بتندبح في عمر قد ايه؟ طب دول عمرهم قد ايه يا عم؟ دول لسه يعني الحته ما تندبحش الا لما تكمل سنه. سنه او سنتين على الاقل. طيب ماشي. يا جماعه ده المكان اللي فيه الحاجات الصغيره اللي بتتعلف عشان تكبر وتتذبح. دلوقتي هنروح للمكان اللي فيه حاجات خش يبقى حلابه دي. ممكن جمسي
ممكن تخليها تعشر، مش شكر، مش شرط العلافة بس، تعشر وتولد وتحلب. انك تخليها للبن والجبنة والقشطة وكده. تشتغل كده وتشتغل كده. طب هي ممكن الحتة تعشر في السنة قد ايه؟ برضو عسنة. عسنة. طيب. يا جماعة ده المكان اللي فيه الحاجات الصغيرة اللي هتتعلف. ثانية يا جماعة. اهو بيشربوا منه. كلهم كده مع بعض. وتحط دماغها هنا، تغسل دماغها هنا عادي. كده يعني. يا جماعة زي ما انتم شايفين. وممكن احنا مثلا الجو حر ولا اي حاجة بنملى بالجندل كده على الجمسي بالذات. اشمعنى؟ ونرش عليهم مية يضطر الجو عليهم. اشمعنى يعني؟ اشمعنى الجمسي؟ الجمسي بيحب المية غير الشعاب. للمية. نرش عليهم كده ايه عملية تلطيف عشان الجو حار. طب هو ممكن الواحد يربي مثلا حتة كده فوق السطح؟ لا فوق السطح ما تنفعش. لان انت مش هتعرف تخدم عليها. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. اهو. الحتة المية جت عليا.